السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم ويا مية هلا. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. أشرف بكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد. طبعا اللي يحب يشترك بالدورات الأونلاين يشترك بثمان محاضرات شهريا بسعر رمزي. وطبعا اليوم احنا عندنا حصتنا حصة الغناء، لأنه الغناء جدا مهم، وبالتالي أنه كثير من الأخوان نزلت فيديوهات أنه كيفية معرفة المقام الكرد ومقام الناون والفرق بين العجم، لكنه هو أساسا عنده مشكلة بالنفس وعنده مشكلة بقضية النفس وقضية التونات وعدم ترتيبهم. طبعا هو يحتاج لكل شخص هذا التمرين، والتمرين يكون دائما هاي القضية جدا مهمة، هاي القضية دائما مهمة، هذه القضية هي ضرورية إلى كل يريد يبدي الغناء. القضية الثانية هي التونات وأخذ النفس قبل السلم الموسيقي. يعني انت رادك تاخذ وتقول دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو، فعن نفس ليه ما اخذت نفس بالآلي، بالنزول يصير عندك مشكله، وهذه مشكله تاثر عليك. فانت تعود دائما اخذ نفس وبراحه بدون تشنج وافتح صوتك. في اكو غناء يعني دو وكو دو دو دو، عدة مناطق تقدر انه تشتغل عليها بالانف يعني من الرأس والانف والحنجرة، وحتى اكو يعني شوفوا الطريقة الآتية دو أو دو، ناخذ نفس دو 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 دو، أكو عدة مناطق تقدر تقرأ بيها يعني أو تغني بيها. في هذا الغناء ممكن منا ومن، بس أنت شنو أكو طريقة انه انت بالدورات احنا ناخذها اكثر تفصيلا، انه شلون كيف تقرا من راسك وتقرا من انفك وتقرا من حنجرتك وتقرا من صدرك وتقرا من داخل في البطن، او انت كيف حتى تكون عندك عدة طرق. هذا بالتالي راح يقودك الى قضيه مهمه جدا اللي هي قضيه تدخل في الغناء او ممكن تدخل في الموال، والموال هذا مهم جدا طبعا. وبالنسبة للي يتعلم غناء هذا الدرس جدا إلا مهم. لذلك احنا عندنا ممكن بالبيانو ممكن بالعود، يعني هسه ممكن بالبيانو موجود عنده ممكن بالعود دو ري با دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا النفس قبارة دو، خلص عندك النفس. فأنت هذا الغناء كذلك، الغناء أيضا أكو قضية جدا مهمة هي طريقة من تبدي تغني كيف تتعامل مع المايك، هذا أيضا طريقة مهمة جدا، وهذا بالتالي راح يخليك أنه أنت تعرف طبعا بعد ما تتطور أنه لازم تعرف طريقة تعاملك مع المايك وابتعاد المايك وقرب المايك في الوقت نفسه. لذلك أكو الغناء وتعلم العود اثنينات مو شيء هين، لكن انه اذا انت عندك التصميم والاراده ممكن انه تتعلم. تحياتي لكم واتمنى انه استفاديتوا، واهلا وسهلا بكم مره اخرى، ولا تنسون الاشتراك واللايك، واذا تحبون تشتركون بدورات الاونلاين اهلا وسهلا بكم،
ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.